بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 64 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة 4 من شهر رمضان سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مستقبلين ليلتنا هذه ليلة الجمعة بما نزداد به حسنات ونتقرب به إلى ربنا جل وعلا بصلاتنا وسلامنا على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المجلس ذو صلة بما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية فيما ساقه المصنف رحمه الله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا رفع رأسه من السجود. فالجلوس بين السجدتين من أركان الصلاة التي ثبت فيها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هدي وسنن يحسن تعلمها. ذكر رحمه الله كيفية رفع الرأس من السجود بالتكبير وافتراش الرجل اليسرى والجلوس عليها مع نصبي القدم اليمنى، كما روت أمنا عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي أخرج الإمام مسلم. ثم ذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. وتتمة الحديث في صفة وضع اليدين في هذا الجلوس بين السجدتين وما يتلوه من المواضع التي أورد فيها المصنف رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وذكر النسائي عن ابن عمر أنه قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه، وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل حد مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته، وقبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر عنه. وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه، ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة الأولى انتقل إلى ركن الجلوس بين السجدتين. وصفة هذا الجلوس كما ذكر رحمه الله أن المصلي يفرش رجله اليسرى ليجلس عليها، فيجلس على قدمه اليسرى التي يجعلها فراشا له، أما قدمه اليمنى فإنه ينصبها قائمة ويستقبل بأصابعها القبلة، يثني أصابعها يستقبل بها القبلة وتكون قدمه اليمنى منصوبة. هذا وصف القدمين في الجلسة بين السجدتين. أما اليدان فيضعهما على فخذيه، يضع كفه اليمنى
على فخذه اليمنى وكفه اليسرى على فخذه اليسرى. واتفق العلماء فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكف اليسرى تكون مبسوطة على فخذه اليمنى، يضع مرفقه على فخذه ويضع حد يده على فخذه كاملة. قال رحمه الله: يجعل حد مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته، أو تكون اليد اليسرى مبسوطة على الركبة اليسرى. هذه اليد اليسرى إما أن يبسطها فيجعلها على الركبة أو على الفخذ، وذراع يده اليسرى تكون ممدودة على فخذه اليسرى. أما اليد اليمنى فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجعل كفه اليمنى كما يجعلها في التشهد، يرفع أصبعه السبابة يحركها ويقبض الخنصر والبنصر، وتبقى الوسطى والإبهام، فإما أن يجعل الإبهام على الوسطى هكذا ويشير بالسبابة، أو يحلق بالوسطى وبالإبهام حلقة ويشير بالسبابة. والمراد أنه في الجلوس بين السجدتين قرر المصنف رحمه الله أن المصلي يفعل بيده اليمنى كما يفعل في جلسة التشهد. قال رحمه الله: ويضع يديه على فخذيه ويجعل حد مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته وقبض ثنتين من أصابعه، يعني الخنصر والبنصر، وحلق حلقة يعني بالإبهام والوسطى، ثم رفع إصبعه يعني السبابة يدعو بها ويحركها. قال: هكذا قال وائل بن حجر رضي الله عنه، يعني في حديثه الذي روى فيه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم قال: ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. فهاتان صفتان في اليد اليسرى، إما أن تكون على الفخذ أو على الركبة مبسوطة، فيجعل يده اليسرى على ركبته اليسرى أو على الفخذ ممتدة عليها. وها هنا مسألتان فيما يتعلق باليد اليمنى. المسألة الأولى: هل يحرك إصبعه إذا رفع ويدعو بها؟ هل تتحرك الإصبع في هذا الجلوس؟ فيه نقاش ذكره المصنف ونأتي عليه بعد قليل. والمسألة الثانية: هل يفعل هذا الوضع في الحركة بيده اليمنى كما يفعل في التشهد في هذا الجلوس بين السجدتين؟ أهل العلم في هذه المسألة على قولين. الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى ما سمعت، أنه يجعل يده اليمنى كما يجعلها في الجلوس في التشهد في الصلاة، وأنه يرفعها كما يرفعها في التحيات لله والصلوات والطيبات، يحركها كما ذكر في رواية وائل بن حجر رضي الله عنه. ودليله في المسألة عموم الحديث، فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة، أي جلوس، لم يخص جلوسا، أليس الجلوس بين السجدتين يسمى جلوسا؟ إذن هو داخل فيه، كما أن الجلوس في التشهد الأول والتشهد الأخير يسمى جلوسا، فكل ذلك داخل فيه. قالوا: فهذا عموم، إذا جلس في الصلاة في كل جلوس في الصلاة يشمله هذا الوصف المذكور في الحديث. وأما رواية إذا جلس في التشهد التي نصت على التشهد فهي من باب ذكر بعض أفراد العام بحكمه التي لا تخصص العموم. غاية ما في الأمر أن رواية جاءت بالعموم وأخرى جاءت بخصوص التشهد، فيثبت رفع الإصبع في هذه اليد اليمنى في كل جلوس في الصلاة، جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين. وهكذا قرر المصنف رحمه الله تعالى، خلافا لقول جماهير الفقهاء، وهو القول الثاني في المسألة، أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ اليمنى كما تبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى،
ولا قبض للأصابع ولا تحريك للسبابة في هذا الجلوس. وهذا الصنيع الذي قرره الفقهاء رحمة الله عليهم استندوا فيه على أنه لم يأتي نص في مسألة الجلوس بين السجدتين بهذا الوصف، وأن حديث وائل بن حجر رضي الله عنه محمول على التشهد لا غير. ولهذا قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، قال: ولم يصرح بمشروعية الإشارة بين السجدتين أحد من علماء السلف، ولم تعقد أي ترجمة على مقتضاها. قال: وعمل المسلمين المتوارث على عدم الإشارة والتحريك بين السجدتين. فهذا قول جماهير الفقهاء، والذي سمعته من كلام المصنف رحمه الله تعالى هو اختيار له أخذا بعموم الرواية كما سمعت. وتبقى المسألة الأخرى، فإذا قبض أصابعه على القول الذي اختاره المصنف رحمه الله وأراد أن يفعل كما يفعل في التشهد في التحيات، هل يثبت تحريك الإصبع كما يفعل في التحيات، أو فقط يقبض ويرفعها وتبقى مرفوعة؟ هذا يعتمد على الرواية. قال المصنف رحمه الله: رفع إصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر رضي الله عنه. ثم قال: وأما حديث أبي داود، وأتى بالرواية التي تنص على عدم تحريك الإصبع وهو ينتقدها رحمه الله. نعم، وأما حديث، قال: وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر. زيادة ولا يحركها، وهو مروي عند أبي داود في سننه رحمه الله. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه. عنه يعني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال: ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده. هذه جلسة التورك وستأتينا إن شاء الله. جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه يعني اليمنى، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى. وقال: ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا فلو كان في الصلاة لكان نافيا، وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه. أشار المصنف رحمه الله إلى حديثين، أحدهما حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، والثاني حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. حديث وائل بن حجر قال: يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها، فأثبت تحريك الإصبع في قبضه في هذا الجلوس. وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في سنن أبي داود قال: يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، يعني يرفعها من غير تحريك، بل يرفعها من غير إشارة بالتحريك. ورجح رحمه الله حديث وائل بن حجر لثلاثة أسباب. أولها أن حديث أبي داود رحمه الله في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حديث منتقد معل، قال بأن الإمام مسلم أخرج الحديث نفسه وليس فيها هذه الزيادة، وذكر لك لفظ حديث مسلم رحمه الله. والسبب الثاني أن حديث أبي داود في سننه لم ينص ويصرح بأن هذا الفعل كان في الصلاة، لكن هذا الانتقاد من الوجه الثاني ضعيف، لأن أبا داود رحمه الله بوب عليه بقوله: باب الإشارة في التشهد. وغيره كالنسائي قال: باب بسط اليسرى على الركبة، وكل ذلك لا يراد به إلا الصلاة. أما السبب الثالث الذي رجح به حديث وائل رضي الله عنه أنه مثبت، وحديث ابن الزبير ناف لحركة الإصبع. والقاعدة عند الأصوليين والمحدثين في الترجيح بين الروايات إذا تعارضت ولم يمكن الجمع بينها أن المثبت مقدم على النافي، فمن أثبت شيئا نفاه غيره يؤخذ برواية الإثبات لأن فيها زيادة علم.
ويقولون المثبت مقدم على النافي. فهذه ثلاثة أوجه في الترجيح ذكرها رحمه الله تعالى. تبقى الإشارة إلى أمور ثلاثة أخرى. أولها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم كما سمعت، كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وفي لفظ رفع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على كف على ركبته باسطها عليها. وعند الإمام مسلم أيضا كان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، يعني يجعل بصره على إصبعه. وفي لفظ أيضا عند مسلم وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى. وفي رواية عند أبي داود النسائي وتارة يحلق بهما حلقة بالإبهام والوسطى. فهذه الروايات التي سمعت. التنبيه الثاني، هل هذا الوصف هو للحديث للجلوس بين السجدتين أو هو لجلوس التشهد؟ تقدمت الإشارة قبل قليل وأن جماهير الفقهاء على حمل هذه الروايات كلها على جلوس التشهد خاصة، والمصنف رحمه الله عمه في كل جلوس ومنه الجلوس بين السجدتين. الأمر الثالث الذي ينبه عليه في تقرير كلام المصنف رحمه الله أنه صحح حديث وائل بن حجر في حركة الإصبع. حديث وائل منتشر في السنن، مروي عند عامة الأئمة رحمة الله عليهم، أخرجه أحمد والدارمي والبخاري وفي رفع اليدين وأبو داود في السنن مختصرا، وليس فيها لفظة أنه كان يدعو بإصبعه يحركها، إنما أثبت هذه اللفظة بتحريك الإصبع، وهو موضع الشاهد الذي به رجح المصنف رحمه الله حديث وائل بن حجر. رواه غيرهم من الآئمة، أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني من طرق متعددة. قال ابن خزيمة ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر، يعني حديث وائل بن حجر، قال زائدة ذكره أشار إلى تفرد أحد الرواة بذكر هذه اللفظة مخالفا لعامة الرواة سواه ممن ذكر الحديث ولم يذكر لفظة التحريك، وهم أكثر عددا وأثبتوا من زائدة في روايتهم لهذا الحديث. ومنهم الأئمة الكبار كالثوري وشعبة وسفيان بن عيينة وزهير بن معاوية، فهذه رواية شاذة لا يعتد بها. وعندئذ لا يستقيم للمصنف رحمه الله فيما ذكره من الترجيح إذا ثبت تعليل رواية وائل بن حجر رضي الله عنه، وإذا كان قد أعل رواية أبي داود في السنن بما سمعت لما قال فهذه الزيادة في صحتها نظر، فأيضا فالنظر في رواية وائل بن حجر لا يقل شأنا عنه. فهذه تنبيهات فيما يتعلق بمسألة وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين. والمراد يا كرام أن نقف على مآخذ أهل العلم في تقرير المسألة، فمن قبض إصبعه فله من أهل العلم سلف معتبر وقول بما سمعت من الأدلة، ومن بسط كلتا كفيه في الجلوس بين السجدتين ولم يحرك إصبعه إلا في جلوس التشهد فهو قول عامة الفقهاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هكذا ذكر ابن عباس عنه، وذكر حذيفة أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. انتهى من صفة الجلوس بين السجدتين، وانتقل رحمه الله إلى ذكر الدعاء في الجلوس بين السجدتين، وهذا مما ينبغي أن يتعلم يا أمة الإسلام. فهذه أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تقول عبد الله في جلوسك بين السجدتين؟ هذا الحديث اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هذه خمس دعوات. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، تسأل الله المغفرة وتسأله الرحمة وتسأله أن يجبرك، فالله عز وجل جبار، جبار السماوات والأرض،
والجبار من أسمائه جل وعلا يحمل معنيين، أحدهما أنه جبار الجبابرة يعني قاصم ظهورهم وقاهر جبروتهم، والثاني من جبر الكسر، فلا أعظم من يجبر الكسير سوى الله سبحانه وتعالى، كسير حس كعظم منكسر أو كسير معنى كقلب منكسر وفؤاد متألم، فلا يجبر كسر الكسير إلا الله عز وجل. فأنت تدعو الله أن يجبرك وتدعو الله بالهداية التي سألتها الله في الفاتحة لما قلت اهدنا الصراط المستقيم، وتسأله أخيرا الرزق وارزقني. هذه خمسة مطالب يا كرام نسأل فيها ربنا جل وعلا في كل جلوس في الصلاة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وثبت الحديث أيضا في بعض دواوين السنن ببعض الزيادات فيها أيضا طلب أمرين آخرين: ارفعني وعافني. تقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. فأصبح مجموع المطالب سبعة. أما الرفعة فمعلوم معناها، تسأل الله أن يرفع شأنك، أن يرفع قدرك، أن يرفع مقامك. بما يرفعك؟ بالمناصب، بالجاه، هذا أحد وجوه الرفعة. لكن الرفعة الحقيقية للعبد الرفعة بطاعة الله، بالاستقامة على دينه، بصلاح قلبه، هذه الرفعة الحقيقية. لأنك إن فعلت ذلك نلت ولاية الله عز وجل، وهذه أعظم مراتب الرفعة التي يبلغها العباد، لأنه لا درجة ولا رتبة بعد النبوة أرفع من الولاية. والله عز وجل قد قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما رفعة المناصب بأن يرزقك الله رزقا واسعا ووظيفة مرموقة ومنصبا رفيعا، فتلك أمور تأتي تباعا لكن ليست هي المطلب الأساس. وأخيرا العافية، تقول: وعافني، فتسأل الله العافية. ولما سأل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسأل ربه في الدعاء، قال: قل اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فلا أعظم من عفو وعافية يرزقك الله إياها عبد الله، وها أنت ذا تقولها كل مرة في كل ركعة في الصلاة إذا جلست بين السجدتين. هذا أحد الأذكار، وهو مروي عند الأئمة أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم رحم الله الجميع. وأما وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرج الأئمة. وأما الحديث الثاني فحديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني يكررها. وهذا وإن ثبت في بعض الأحاديث محمولا على قيام الليل ففيه فائدة كبيرة لنا معشر الصائمين في صلاتنا قيام الليل ليالي رمضان. فإننا ربما نصلي خلف أئمة يحسنون إطالة الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، إما في التراويح اقتداء بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بصلاة القيام التهجد في العشر الأواخر من رمضان. فتلك مظنة الإطالة في الأركان، يطول فيها القيام، يطول فيها الركوع، يطول فيها السجود. فينبغي أن يكون موازاة لطول تلك الأركان أن يطول الجلوس بين السجدتين نوعا ما، كما سيأتي إشارة المصنف إليه بعد قليل. فيسأل كثير من المصلين: ماذا عساي أن أقول؟ قلت الدعاء: رب اغفر لي وارحمني واهديني وعافني واجبرني وارزقني وارفعني، وبقي إمامي جالسا لم يسجد، فلماذا أسكت؟ ما تسكت، هذا ذكر آخر، أن تكرر ولو طال جلوسك أو جلوس إمامك بين السجدتين أن تسأل الله المغفرة: رب اغفر لي رب اغفر لي، تكررها عبد الله. وهذه من أعظم المطالب ولا شك، أن يغفر الله لك. وإذا كنت في سجودك أقرب ما تكون إلى الله، ثم جلست فعدت في سجود ثان أقرب ما تكون إلى الله، بين هذين القربين من الله جل وعلا جلست جلسة العبد المتواضع الخاشع الذليل، وسألت الله مغفرة. أما ترجو أن يستجيب الله لك؟ بلى والله، في جلسة
وقعت بين سجدتين أنت فيهما أقرب ما تكون إلى الله عز وجل، فالتمس تلك المواضع وتأسى بنبي الأمة صلى الله عليه وسلم مستكثرا من سؤال المغفرة، رب اغفر لي رب اغفر لي، تكررها ما اتسع جلوسك وامتد وطال، أو جلوس إمامك إذا كنت مأموما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود، وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود. أي ركن؟ الجلوس بين السجدتين. انتبهوا يا كرام، الذي يشيع وينتشر عند عامة المصلين أن الجلوس بين السجدتين ركن خفيف قصير، بل بعضهم لا يتجاوز أن يرفع رأسه من السجدة، ما يلبث أن يستوي ظهره حتى يعود للسجدة متخففا جدا في هذا الجلوس. يقول المصنف رحمه الله: كان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود، فيكون جلوسك في طوله مساويا أو مقاربا لسجودك، بمعنى أنك إن سجدت مثلا بقدر 10 تسبيحات فليكن جلوسك بين السجدتين مقاربا أو مساويا له، قريبا من 10 تسبيحات، وهذا بالنسبة لعامة المصلين يرونه طويلا، لكنه رحمه الله المصنف نبه عليه كما نبه على ركن الرفع والاعتدال من الركوع، وهذان الركنان هما أكثر أركان الصلاة يتخفف فيها المصلون، فإذا رفع رأسه من الركعة سمع الله لمن حمده لا يكاد يتجاوز ربنا ولك الحمد حتى كبر للسجود، بل بعضهم لا يكاد ينتصب ظهره معتدلا إلا لحظة فيعود إلى السجود، وهذا وإن أتى بأقل الواجب، إلا أن الهدي النبوي بخلاف ذلك. الهدي النبوي أن يقف في رفعه من رأسه من الركوع كما يرفع رأسه من السجود بين السجدتين ويطيل هذين الركنين. والكلام الآن هنا على الجلوس بين السجدتين، قال إطالة هذا الركن بقدر السجود. نعم، قال: وكان هديه إطالة هذا الركن بقدر السجود، هكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. هذا أول الأدلة على إطالة الجلوس بين السجدتين بقدر السجود، كان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أو حتى نقول قد أوهم أو نقول قد نسي. وأنس رضي الله عنه كما يروي ثابت البناني عنه قال: صلى بنا أنس رضي الله عنه وقال: إني لأريد الصلاة، إني لأصلي بكم وما أريد أن أصلي، أريد أصلي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ثابت كما سيذكر المصنف: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. فانظر كيف رصد ثابت من صلاة أنس رضي الله عنه، وهو ما صلى إلا ليعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رصد هذا الطول في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين، فقال: كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. فيوشك أن تكون هذه السنة متروكة منذ القدم، ثم بين أن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة أيضا حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه لما قال: رمقت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه قريبا من السواء. وفي لفظ: ما خلا القيام والقعود. قيل القيام هو الرفع من الركوع والقعود بين السجدتين، يعني أنهما وإن لم يكونا بطول القيام والركوع والسجود فهما قريبا منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. وفي الصحيح عن أنس، قال: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. حتى نقول قد أوهم يعني حتى نقول لعله وهم فنسي أنه في الجلوس بين السجدتين، يعني طول ليس بالقصر المعتاد الذي يفعله كثير من المصلين. قال: وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. هذه الجملة الأخيرة فيها تعظيم للسنة والعمل بها والحرص عليها. قال: وإن ترك هذه السنة كثير من الناس فليست العبرة بما يفعله الكثير، بل العبرة بما ثبت عندنا عمن أمرنا الله عز وجل بالاقتداء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت السنة صحيحة من أكثر من وجه، وأنت قد سمعت حديث أنس وحديث البراء رضي الله عنهما، وكلا الحديثين قدم المصنف رحمه الله الإشارة إليهما في إطالة الرفع من الركوع وعدم اختصاره أو التعجل فيه هناك في ذلك الموضع، وأعاد التنبيه هنا فأحسن التنبيه والإشارة رحمه الله. قال: وأما من حكم السنة، يعني من جعل السنة حكما، إذا اختلفنا في شيء نظرنا إلى ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى ثبتت السنة فهي المحكم والإمام والمعتبر والدليل والحجة. قال: ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. وهذا يا كرام قاعدة ومنهج حياة للمسلم في شأنه كله: تعظيم السنة، إجلالها، رفع رايتها، العمل بها، لأنه لا عذر لمسلم أن يأتي أمام الله يوم القيامة فيسأله عن أمر تركه وهو يعلم أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كانت السنة والعمل بها وتطبيقها والحرص عليها شأن العلماء رحمة الله عليهم الوارثين مقام الأنبياء والرسل في الأمة عليهم السلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكره عنه وائل وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه. طيب، قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه. أي نهوض هذا؟ نعم، نحن في الجلسة بين السجدتين، ما الركن الذي بعده؟ السجدة الثانية. ويفعل فيها ما تقدم ذكره في السجود، فإن هديه فيه واحد عليه الصلاة والسلام. فإذا قام من السجدة الثانية إلى أين؟ نعم، إلى القيام، إلى الركعة الثانية. كيف ينهض؟ قال: كان ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه. تصور نفسك رافعا رأسك من السجود، ما أول ما ترفعه من نفسك في السجود؟ رأسك أولا، ثم يديك، ركبتاك آخر ما يرتفع منك. ترفع رأسك أولا ثم ترفع يديك، وأنت تهم بالنهوض إلى أعلى، فتجعل ركبتك على الأرض ويديك على فخذيك، تعتمد عليهما ضاغطا على فخذيك مستندا على ركبتيك وصدور قدميك التي هي في السجود أصلا منتصبة، فتجعل ذلك وسيلة إلى نهوضك. قال: كما ذكره عنه وائل وأبو هريرة، يعني في حديثين. وأما حديث وائل فقد تقدم، وحديث أبي هريرة أيضا أخرجه الترمذي، وإن كان فيه ضعف ضعفه أيضا الحافظ ابن حجر. إنما ثبت عن ابن مسعود بسند صحيح في أثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، قال عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر
رمقت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة، يعني في رفعه من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه صحيح، كان ينهض على صدور قدميه. أما حديث وائل بن حجر ففيه ضعف وقد تقدم، وأما حديث أبي هريرة فعند الترمذي وهو أيضا ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر. قال المصنف: ولا يعتمد على الأرض بيديه. ما صفة الاعتماد على الأرض؟ أنك إذا رفعت رأسك ورفعت يديك تجعل يديك على الأرض ثم ترفع ركبتيك قبل يديك، ليكون اعتمادك وضغطك على الأرض بيديك لا بركبتيك. إذن ها هنا مسألة: إذا رفعت رأسك من السجود وتنهض، هل تعتمد على ركبتيك أم على يديك؟ الذي ذكره المصنف فيما جاء عن وائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن الاعتماد يكون على الركبتين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهوض معتمدا على اليدين. فالذي نفاه المصنف بقوله ولا يعتمد على الأرض بيديه ثبت في بعض الأحاديث، من ذلك في حديث مالك بن الحويرث قوله جلس واعتمد على الأرض، قال الحافظ ابن حجر: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما. قال الأزرق بن قيس: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يعجن في الصلاة. يعجن ماذا؟ عجين؟ يعجن، نعم. قال: رأيت ابن عمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام. كيف يفعل العاجن؟ يجعل العجين بكفه ويقبض، وصفة ذلك أنه إذا وضع يديه على الأرض كالقابض على العجين، كالقابض على العجين، يجعل هكذا ويضغط على أصابعه لينهض على أصابع كفيه. قال: رأيت ابن عمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، فقلت: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة، يعني يعتمد. الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط والحربي في غريب الحديث وصححه الألباني. فمن أهل العلم من لا يصحح هذه الرواية فلا تكون حجة، وأيضا هي الإشارة إلى اتساع القولين، فإنه ليس في أحدهما نص صحيح صريح يكون العمدة عليه لترجيحه على الآخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذكره عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة. إذا رفعت رأسك عبد الله من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة فإنك تنهض إلى قيام، تنهض إلى الثانية أو تنهض إلى الرابعة. تقدم النهوض هل يعتمد فيه على يديه أو على ركبتيه، ومر بك الخلاف، لكنه قال: هل يجلس جلسة خفيفة قبل أن ينهض إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة؟ هذه التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة. قال رحمه الله: ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا. الاستواء جالسا ها هنا في حديث صحيح أخرجه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وثبت أيضا مثله في حديث أبي حميد الساعدي كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو هي ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد. اختلف الفقهاء هل هي من سنن الصلاة أو ليست من السنن، ما هي؟ جلسة الاستراحة. ثبت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان
يجلس قبل أن ينهض أو لا ينهض حتى يستوي جالسا، هل هذه سنة مطلقا يعني للشيخ الكبير والشباب ومن يحتاج ومن لا يحتاج، أم هي سنة لمن احتاج إليها؟ لما الخلاف؟ لأن عامة الأحاديث التي روت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكر هذه الجلسة، إنما ذكرها مالك في حديثه وأبو حميد أيضا في حديثه، فقالوا عدم ذكر ذلك في عامة الروايات إشارة إلى تفرده، هي رواية صحيحة لا سبيل إلى ردها، لكن نحملها على أن مالك بن الحويرث الذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ليس في أول الهجرة ولا في أول مقدمه المدينة بل بعد ذلك بكثير، لعله أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ورآه يصلي وقد كبر وتعب صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من السجود يحتاج إلى استجماع القوى بجلسة يتهيأ بها للنهوض، وكبار السن والمرضى يدركون هذا جيدا، حتى الشباب إذا كان عليلا أو ضعيفا أو تعب أو مرض ولا يزال في نقاهة من المرض، فإن تعب البدن في النهوض من السجود إلى القيام مباشرة فيه مشقة، ويعين عليه الجلوس اليسير الذي يسمى بجلسة الاستراحة. قال رحمه الله: اختلف الفقهاء هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو هي ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها. من المحتاج؟ كبير سن ومريض وعاجز ومن كان معتلا فاحتاج إلى ذلك، فتكون سنة في حقه لا في حق غيره، يعني ليست مطلقة. قال رحمه الله: الفقهاء على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال أخبرني يوسف بن موسى، وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة. وحديث ابن عجلان يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسائر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم. إذن هذان مسلكان للعلماء، من قال هي سنة مطلقا قال قد ثبت في حديث مالك بن الحويرث وقد أخرجه البخاري، وفي حديث أبي حميد الساعدي وقد أخرجه أحمد وأبو والترمذي وغيرهم وصححه الترمذي، فهذه سنة ثابتة، فالعمل على السنة متى ثبتت مطلقة ولم تقيد بحال دون حال، ومن لم يعمل بها جعلها سنة مقيدة بالحاجة، فمن احتاج إليها جلس ومن لم يحتج إليها لم يجلس، وكلا القولين يا كرام كلام الفقهاء رحمة الله عليهم، فمنهم من رأى مشروعية ذلك مطلقا وهو مذهب عامة الفقهاء، ومنهم من قيدها بالحاجة فلا يجلس إلا إذا احتاج إليها، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. ودليل ذلك ما سمعت أن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام لم يذكروا هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، قال فلو كان هديه فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل ذلك على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. تحقيق المناط المراد به تحقيق محل المسألة أو محك القول فيها، أو مناط يعني المكان الذي يتعلق به تحقيق الرجحان في المسألة، أنه
مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على كونها من سنن الصلاة مطلقا، إلا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها. أما إذا قدر أنه فعلها للحاجة، يعني إذا قام احتمال أنه فعلها للحاجة، لم يكن هذا دليلا على كونها سنة بإطلاق، وهذا من باب الجمع بين الروايات وعدم رد بعضها ببعض. فكل سنة تثبت بإطلاق تحمل على إطلاقها، إلا إذا احتملت أن تكون مقيدة بحال أو ببعض الصفات والهيئات فتقيد بها جمعا بينها وبين بقية الروايات عملا بمجموع السنن في المسألة، لأجل أن تدرك أن من لم يقل بها على إطلاق ليس ردا للسنة ولا رفضا لها، حاشا، فلا يفعل هذا أهل العلم إطلاقا، إنما يجمعون بين ذلك وبين بقية الروايات فيجعلون جلسة الاستراحة مقيدة بالحاجة فتثبت سنة بقيدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. إذا نهض إلى الركعة الثانية وشرع رحمه الله يصف ما الذي يصنعه المصلي في الركعة الثانية، تم كلامه إذن عن أفعال الصلاة وأركانها في الركعة الأولى بتمامها، ثم سيذكر ما الذي تختلف فيه الركعة الثانية عن الركعة الأولى، وهو الذي نرجئه إلى مجلسنا الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. مكتفين في مجلسنا هذا بما مضى من كلام المصنف رحمه الله تعالى. أيها المباركون، معشر الصائمين، بغروب شمس اليوم وأنتم تتمون رابع أيام صيامكم بعون الله تعالى وتوفيقه، تستقبلون ليلة كريمة هي ليلة الجمعة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وإذا صلى ربك عليك عشرا فأنت في خير عظيم ورحمة من الله ونعمة وذكر جليل، فإن صلاة الله على العبد رحمته به سبحانه، وصلاته على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا أثنى الله عليك فأنت بخير، وإذا رحمك فما زلت بخير إذا اكتنفتك رحمة الله عز وجل. فكيف إذا كانت هذه الصلاة من الله عشرة أضعاف صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تدرك عندئذ أن الله لحبه نبيه عليه الصلاة والسلام ولحبه جل وعلا صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم أغرانا بهذا الأجر العظيم. يقول لك: يا عبدي، كلما صليت على نبيك مرة صليت عليك عشرة. فنعم العبد من اغتنم هذه الخيرات واغترف من صلاة ربه عليه عشرة أضعاف ما يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد أزكى صلاة وأتم صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه أفضل صلاة وأزكى سلام، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه من أقرب أمته وأصدقه حبا وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا بشفاعته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. إله الحق يا سميع الدعاء، عجل بالفرج والنصر والتمكين لأخوتنا المستضعفين في فلسطين. اللهم اكفنا والمسلمين جميعا شر الأشرار
وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعف إخوتنا المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء، وتول بعنايتك أمرهم يا رحمن ويا رحيم، يا ولي المؤمنين ويا ناصر المظلومين، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.